والله إن الإنسان يجد طعما لا شيء يشبهه في محبة الله. الله أكبر. ومحبة الله من محبة الثواب. إذا وقع في قلبك محبة الله نسيت كل شيء، حتى الجنة وحتى كل شيء. تحب الله نفسه عز وجل، تحبه حتى أنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون عبدا لله أمامك. فالمحبة محبة حقيقية لله، محبة. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ما فيه: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. أحب الله لما يغذوكم به من النعم. كل النعم ما منين؟ وما بكم من نعمة فمن الله. وأكبر نعمة على الإنسان والله هي أن يهديه للإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثله في النعمة إلا من أنعم عليه بها. فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولما أنعم عليك به من النعم. وليست محبة الله كمحبة الزوجة، كمحبة الطعام، كمحبة الشراب، كمحبة اللباس، كمحبة السكن، كمحبة السيارة. لا، محبة لا يشبهها شيء. وجرب تجد. خلي قلبك صافيا يوما من الدهر وصل وكن متصلا بالله في صلاتك، تجد شيئا يعني ما يخطر بالبال، وتجد شيئا يبقى أثره مدة طويلة، وأنت تتذكر تلك اللحظة التي كنت فيها متصلا بربك عز وجل. فالحاصل أن نقول لا أحد ينكر محبة الله نفسه، محبة الله نفسه، إلا من حرمها. والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون الله ما حرصنا كل الحرص على الأعمال الصالحة، مع أننا مقصرون ما عملنا شيئا، لكن نقول يعني أن الإنسان يعمل العمل الصالح لله. ولا يعني ذلك أننا لا نلاحظ الثواب، لا، نلاحظ الثواب. لسنا صوفية يقولون من عمل للثواب فهو للتراب. نقول نحن نحب الله ونحب ثوابه، لكن الأصل ما هو؟ محبة الله، محبة الله. ولهذا قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الجنة كلها بما فيها من النعيم، وزيادة النظر لوجه الله، فجعل النظر لوجه الله زائدا، أمرا زائدا عن النعيم. لأن الإنسان، الله يجعلني وإياكم ممن ينظر إليه، إذا نظر إلى ربه فهذا أكمل ما يجد من النعيم واللذة، اللهم فضلك. فلهذا نقول إن محبة الله محبة لله عز وجل حقيقة ولا مانع.